حدد لنا اللي هي هاي الأشياء. Why does it matter؟ ليش هي لازم تكون هاي الأشياء اللي أنا عم بحكي عنها هي ضرورية؟ لأنه the patient-physician relationship is fundamental for providing excellent care, promoting healing process and improving the outcomes. إذا لما كل واحد يعرف شو إله وشو عليه، هاي الأشياء رح تكون الأوتكم أحسن، علاج المريض رح يكون بشكل أفضل، رح يكون الأوتكم اللي هو جاي مشانه أفضل، ونفس الشيء رح الطبيب يقدر يعالج لما كل حدا يراعي له حقوقه وواجباته. أوكي. فنبدأ بالpatient cancer. patient شو حقوقه وشو واجباته تجاه الطبيب وشو واجباته تجاه المجتمع. الآن إحنا عنا إذا واحد مثلاً رشح في البيت، مثلاً شو أنت بالبيت، شو دورك في البيت بتساوي؟ إنك أنت تعدل حالك عشان ما تعدي غيرك. طيب شو كمان؟ كبسولات الحمراء والسوداء. أيوة. طيب أنت عم تهتم بنفسك لحد الآن. أوكي. So أنت بدك أنت تهتم بحالك، بدك you want to get better. إذن أنت واجبك تجاه المجتمع أنك أنت تتحسن، لأن المجتمع أعطاك شيء اللي هو هل صار مطلوب منك تروح تجيب أغراض، هل صار مطلوب منك تطلب يطلبوا منك في البيت، أي حدا رح المسؤوليات اللي عليه لأنه مريض رح تنشال عنه لحد ما يطيب، طلعوه عجنابه بردوا، تمام؟ فبالتالي أنت لأنك أعطوك هاي الحقوق أنك بدك ترتاح، إذا أنت موظف في الجامعة أو كذا بدك تاخذ اللي هي إجازة مرضية، حقك لأنك أنت مريض. أوكي. إذا مقابل هاي الحقوق أنت تجاه المجتمع لازم يكون عندك desire to get well، وأنك تروح تشوف العلاج اللي لازمك لحتى أنك أنت ما تضلك متعطل عن الشغل والعمل. So rights حكينا اللي هي allowed to shed some normal activities and responsibilities، مسؤوليات اللي عليه أنه هاي انه يتركها، it's okay، هاي من حقوقه. And he should be regarded as being in need for care and able to get better by his or her own decisions and will. اذا ايضا انه يتلقى العنايه من اللي حواليه، سواء كانت عنايه من افراد العائله او حتى ممكن عنايه طبيه حسب الحاله اللي بتستدعيها. هاي حقوق المريض. من الواجبات حكينا toward the society انه must want to get well as quickly as possible and should seek professional medical advice، وانه ياخذ التريتمنت اللي هو بده اياه اللي هو لازمه لحتى يتعالج. Toward the physician انه to cooperate with the physician with the doctor، انه يتعاون معه. انت شو الحاله اللي عندك، شو الاعراض اللي بتشكي منها، شو قس على ذلك. انا حكيت الرشح كمثال بسيط، لكن احنا بنحكي مثلا على اللي هي تريتمنت مختلفه ممكن تكون بحاجه انك انت تتعاون فيها كمريض مع الطبيب لحتى يقدر يعطيك العلاج المناسب. ما تلومه بعدين انك انت ما عالجتني صح، طب انت ما حكيت لي شو وضعك صح. اوكي. الان نحكي عن الطبيب. كحقوق للطبيب لازم يضمن انه granted right to examine patients physically and to inquire into intimate areas of physical and personal life. من حق الطبيب right انه يفحص المريض، ومن حقه انه يدخل بمعلومات الخاصه بالمريض بحياته لحد طبعا لها علاقه بالتريتمنت لهذا المريض. And يعطى ايضا اللي هي considerable autonomy in professional practice، يعطى استقلاليته بادائه المهني من ناحيه كيف يداوي المريض، وايضا occupies position of authority in relation to the patient، انه يكون هو عنده السلطه الكافيه انه بحيث to decide things مثلا related لتريتمنت للمريض. اذا من حقوقه انه يعطى الاوثوريتي، انه ينعطى الاوتونومي، وايضا انه ينعطى الفرصه انه يعمل فيزيكال اكزامينيشن، وايضا ياخذ معلومات من المريض. مقابل هذا الشيء، مقابل انه المريض سلم نفسه للطبيب، اوكي، هو سلم نفسه للطبيب، مش سهل لكل مريض انه يعطي معلوماته للطبيب اللي قباله، يعطي ديتيلز، مش شيء سهل خصوصا في بعض الاشياء السنسيتيف. لكن لذلك في عليه اوبليجيشنز، اذا كل حق
بالحق واجب، انت اخذت حقك انك تفحص وتاخذ المعلومات وكذا. ممكن تسكروا الباب لو سمحتوا. خلص فتحوا الباب وطلعوا قلبك. اذا مقابل اي حق انت اخذته في واجب. فشو واجب الطبيب مقابل هاي الحقوق اللي اخذها؟ في تجاه السوسايتي، احنا حكينا ثلاث عناصر: السوسايتي والفيزيشن والبيشنت نفسه. Towards the society، الطبيب شو ممكن يكون واجبه؟ إنه is expected to use his expertise to determine whether the person is sick or not, how serious is the person's sickness, if sickness is curable, and when he is expected to get well. إذا هذا الشيء ليش مهم؟ فكروا فيها إنه موظف قدم إجازة مرضية، فلازم يكتب الطبيب إنه هو بحاجة لراحة لمدة 24 ساعة، لمدة 48 ساعة، أسبوع. فلازم هو الطبيب يستخدم الخبرة والكفاءة اللي عنده بحيث إنه يعطي هاي المعلومات بشكل صحيح، لأنه سوسايتي أعطى هذا المريض اللي هو الإجازة وأعطاه إنه taking care of him وكذا، فلا تخدع السوسايتي وحدد لهم هذا المريض شو وضعه بالضبط وقديه بده راحة. مش أحيانا بنشوف بعض الأعذار تجينا اللي هي تلاقي 48 ساعة غياب يوم الامتحان، الكل بالمغص بتعرفش ليش، فبتيجي الأعذار اللي بحاجة لراحة 48 ساعة بسبب المغص وكذا. طب أنت كطبيب toward the society اللي أمنتك تستخدم الخبرة تبعك، ما بصير تكتب إنه واحد ما عندهوش هاي الحالة إذا كانت هيك صار يعني. فإن المفروض إنه واجبك تعطي المعلومات الصحيحة من ناحية شو وضع هذا المريض بالضبط. طيب toward the patient، هذا البيشنت أعطاك نفسه وأعطاك معلوماته كاملة، فأنت شو واجبك تجاه هذا الشيء؟ إنك يكون عندك الكفاءة تعالجه، الكومبيتنس، إنك أنت لما تعالجه لأنك أنت مش لمصلحة مادية، أنت بحاجة للسيرجري، أنت بحاجة لكذا، لأنك أنت بدك يفوت على العمليات، بينما هو ممكن يكون مش بحاجة أو ممكن في تريتمنت ثانية، بلان ثانية. إذا لازم يكون كولكتيفلي أورينتد، إنك أنت ما يكون عندك مصالحك الشخصية اللي تمشيها على حساب المريض اللي أعطاك ثقته بالكفاءة اللي عنده. أيضا شد إنك تعمل تريتمنت لهذا المريض بيز على الأشياء الموجودة في العالم، يعني مش تطلع أنت بتريتمنت اللي هي يونيفرساليزم، use of generalized objective criteria to determine if the person is sick and how severe is his sickness as diagnosis، تعمله بيز على الجايدلاينز العالمية، الجايدلاينز المعروفة، مش أنت how do you think. فشد you should universalize التريتمنت تبعك، and you should be effectively neutral. ما في مجال الايموشنز تتحكم في الطبيب، لانه ايموشنز لما تتدخل في تريتمنت او غيرها ممكن انها تاثر على العلاج اللي ممكن ينعطى. اوكي شو should be ايضا functionally specific، معناها be guided by rules of a professional practice that the doctor should not have broader contact with the patients، ما يكون عنده علاقات خارجية مع الpatients، وما يكون انه هو عم مشي مع علاج because he like this or dislike this، بمشي بشكل اللي هي functional بالمهارة والاشياء اللي الcompetence اللي موجودة عنده. إذن هاي obligations toward the society وtoward the patients من ناحية اللي هي الطبيب. الآن بعد ما فهمنا شو كل واحد شو إله وشو عليه، وحكينا عن الكونسلتيشن وزيارات الطبيب هي عبارة عن ميتينجز. طيب خلال هاي الميتينجز لمين السيطرة؟ لمين؟ للدكتور السيطرة، ومش ممكن تكون للمريض، للاثنين، ممكن المريض كمان أكثر، مريض أكثر. حسب السيتويشن اللي احنا امامنا اللي ممكن في بدها مين اللي ياخذ الاكشن. اذا بناء على ذلك في اربع اللي هن مودلز او تايبس اوف دكتور بيشنت ريليشن شيب. اول شيء لو طلعنا هون على الجدول، لما يكون اللي هي الفيزيشن كنترول از لو،
والبيشنت كنترول از لو. اثنين او خليها اخر شيء لانها هي اكثر شيء. خلينا نحكي الفيزيشن كنترول از هاي اللي حكى انه السيطره على للطبيب. في منكم حكى انه السيطره اكثر شيء اللي هي للطبيب. فلما حكينا الفيزيشن كنترول از هاي والبيشنت كنترول از لو، فكانه الطبيب هو اللي عم بدير باله على المريض، مثل ما نحكي الباترناليزم اللي هي الابويه، مثل البيرنتس لما يديروا بالهم على اطفالهم، هم بياخذوا عنهم الديسيجنز، هم بيحكوا عنهم كل شيء بالتريتمنت وبيعملوا اي شيء له علاقه بالتريتمنت، لانه هون السيطره عندنا للطبيب. فهي بنحكي فيها الفيزيشن كنترول از هاي والبيشنت كنترول از لو. وزي ما حكت زميلتكم هي حسب امتى احسن شيء اروح على الباترناليزم في حالات الامرجنسي. امرجنسي مريض امامك مغمى عليه، فيش مجال استنى رايه اشوف شو بدي اسوي له، سي بي ار او غيره. اذا هي بالاخر الديسيجن بده ياخذه الطبيب، لانه هو المكلف انه يدير باله على المريض. اذا الباترناليزم اكثر شيء، افضل شيء ممكن يكون واضح استخدام فيها السيطره للطبيب فيها خلال الامرجنسي سيتويشن. الان في منكم حكى انه اللي هي البيشنت كنترول از هاي، صح؟ مش هيك حكيت؟ البيشنت كنترول از هاي والفيزيشن كنترول از لو، انه الطبيب هو بسمع من المريض شو عنده، شو اقتراحاته، شو اللي بده اياه، وشو كذا. هاي اكثر شيء واضحه اللي احنا بنشوفها، انه السيطره للمريض لما يكون حط لي بدي اجازه، بدي كبسولات، بدي تكتب لي كذا، بخاخ حاس حالي عندي تحسس، انه ما صار اي تشيك اب. تريتمنت ما هي بالضبط هون بصير الرول بيختلف حسب السيتويشن. فالكرونيك ديزيزز بصير مع مرور الوقت البيشنت بصير اكسبرت، فبصير يناقش الطبيب. فهون بنحكي عنها، هاي اللي بتحكي عنها اللي بصير فيها البيشنت اكسبرت، وايضا الطبيب عنده المعلومات الكافيه. بصير بنحكي عنها هون الفيزيشن كنترول از هاي والبيشنت كنترول از هاي، اللي هي بنحكي عنها الميوتواليتي. اوكي، اذا لما حكينا قبل شوي عن الفيزيشن كنترول از لو والبيشنت كنترول از هاي، زي ما حكى اللي هي غالبا هذول بنحكي عنهم اللي هي الميديسن شوبرز، اللي بدهم اعذار طبيه، اللي بدهم اللي هن مثلا ادويه معينه وغيرها. الافضل اللي هي الدسكشن يكون بين تو اكسبيرتس اللي هي ميوتواليتي، بحيث انه الدكتور يعطي اللي عنده والطبيب والمريض يعطي اللي عنده بشكل كامل ويصير نقاش. لكن احيانا مثلا بكون في عوامل، مثلا المريض مش ادوكيتد، ما عندوش اي باك جراوند، ممكن يكون خلص عالجني وانا ما بدي اي شيء، يعني اخذ اي ديسيجن، فساعتها هذا ايضا بتاثر على العلاقه. فاذا احنا الان حكينا عن الباترناليزم، الطبيب هو المسيطر، حكينا عن الكونسيومرزم، المريض هو المسيطر، وحكينا عن الميوتواليتي اللي هم اثنين اكسبيرتس بتناقشوا بيحكوا شو الاوبشنز الموجوده في التريتمنت. بضل الديفولت اللي هي فيها الفيزيشن كنترول از لو والبيشنت كنترول از لو، الاثنين مسلمين لبعض، كل واحد هذا يحكي وهذا يحكي، طبعا اضعف الاشياء اللي هي ممكن تكون. اذا كديتيلز اتوقع حكيناها كلياتها. الباترناليزم هي الشيء القديم اللي كان قلت لكم، الفكره اللي هي كان الطبيب هو خلص باخذ معلومات من الطبيب من غير اي نقاش، من غير ما احكي انا الانبوت اللي عندي كبيشنت. فا it is the traditional form for doctor patient relationship, medical consultation. It's a passive patient and dominant doctor. The advantages تبعها it's more important when patients are very sick. The patients derive considerable comfort from being able to rely on the doctor. ايضا اريح للمريض انه انا خلص حكيت للطبيب وهو قرر عني، فهي ايش؟ اذا اريح للمريض. الديس ادفانتجز اللي هي
احيانا بصير فيها استغلال لبعض الفئات اللي هم يكونوا المستضعفين والبريئل ما بدهم يحكوا من قبل الطبيب. المفروض هيك يصير، نعم، المفروض اللي هم الجاردينز سواء كان اطفال او كبار بالسن انهم يشاركوا في اللي هي اخذ الديسيجن عن المريض او في الديسكشن مع الطبيب. وبالتالي احنا نبطل باترناليزم، بتفوت على الميوتاليزم، بتفوت على اللي هي شيرد اللي بصير التنين يحكوا فيها ميوتاليزم. فالميوتاليتي هاي اللي هي الاوبتيمال افضل شيء، الدي بي ار موديل equal partners in the consultation, describes as meeting between experts, exchange of ideas and sharing of belief system based on communication between doctor and the physician, and the patient. The patient role في الميوتواليتي حكينا اللي هو define their problem, بحكي عن بشكل كامل. Patients bring their own expertise in terms of their experiences, explanations, بحكي عن حاله المريض. بحكي عن المعرفة تبعته في الوضع السوشيال سيركمستانسز من ناحية اجتماعية ممكن يوضحها، احيانا بتفرق بالتريتمنت، انه انا بحكي انا بتفرق معي اخذ هذا العلاج او هذا العلاج لانه هذا مقبول مجتمعيا، هذا شوي بحسه مثلا. فهو بحكي عن البريفرنسز تبعه بالاخر في الميوتوال بيشنت رول. البيشنت تراي تو سيك كير elsewhere when demands are not satisfactory met. اذا هون في حق للمريض اذا هو ما حصل اللي بده اياه، هو حكى لنا وضعه سترونج، هو بناقش نيغوشيت لكن ما اتفق مع الطبيب، فاتس هيز رايت انه يشوف سيك انذر كونسلتيشن من طبيب اخر. لكن كطبيب طيب في هاي الميوتوال ميتنج شو ممكن يساوي؟ طبعا هو من المعرفه والعلم اللي عنده بده يعطي ويحل المشكله تبعت المريض، بده يعمل الدياجنوستيك تكنيكس من ناحيه علميه، بده يعطي الانبوت تبعه من ناحيه طبيه، نوليدج اوف ذا كوزز اوف ذا ديزيز، البروجنوسيس كيف ممكن يكون، راح لازم يوضحها للمريض، وايضا تريتمنت اوبشنز اند بريفنتيف ستراتيجيز، هاي كلياتها لازم تتوضح للمريض. ايضا ذا فيزيشنز رايت تو ويذدرو سيرفيسز فورمالي فروم ا بيشنت اف هي اور شي فيلز ات از امبوسيبل تو ساتيسفاي هيز ديماندز. في حال انه هذا المريض قد ما عم بيعالجه الطبيب لكنه ما عم بتعاون معه، بحكي انا هذا المريض مش راح اقدر اعالجه، فممكن انه his right انه يتنحى عن علاج هذا المريض ويسلمه لطبيب اخر. الادفانتجز للميوتواليتي اللي هي البيشنت كان fully understand what problems they are coping with through physician's help. والفيزيشنز كان انتيرلي نو بيشنتس فاليو، اذا لما يحكوا مع بعض كل واحد بيفهم الثاني اكثر، المريض بيفهم من ناحيه طبيه والطبيب ممكن اللي هي بيعرف شو البريفرنسز والفاليوز اللي بيهتم فيها هذا المريض. ديسيجنز كان ايزلي بي ميد فروم ميوتوال اند كولابوريتيف ريليشن شيب. لكن في حاله انه البيشنت ما عبر عن نفسه صح، في هاي الحاله بتصير الديسيجن ميكينج ممكن يكون خطا لانه المريض ما اعطى المعلومات عنه بشكل كامل. ايش هو دي ان ار؟ الان احنا بالقانون الزامي، لكن هو اسكلي ما بتقدر يو كانت فورس، وهذا الشيء رح نحكيه لما بالاند اوف لايف كير. يعني مثلا انا بدات يعني بشوف حالات انه لا في اوبشنز، يعني بيجي على اهل المريض بقول له كنت نعمل تحليل اللي بعرفه انا قانون بالقانون الطبي هون انه هو مش اوبشن. نعم مش الدي ان ار اللي هي السي بي ار هو الاجباري. فهي رح نحكي عنها بالاند اوف لايف ايشوز، رح نعطي التفاصيل تبعها ان شاء الله. الكونسيومرزم زي ما حكيت لكم اللي هي انه ريفرس نيتشر اوف ذا باور، البيشنت هو الاكتيف والدكتور هو الباسيف، فهي بيروحوا على الطبيب بس مشان ياخذوا سكند اوبينيون، يعني انا هيك رايي بس انت هيك شو رايك الاخر يعني موجود، ممكن عشان ياخذوا حكينا ريفرال تو هوسبيتالز وسيك نوت، فهذول بنحكي عنهم اللي هم الهيلث شوبرز. ف
فهدول بيكونوا بفكروا انه من ناحية قديش الكوست قديش الكذا، هون عندي اعفاء، هون عندي تأمين، هون عندي كذا، هون كذا، فأحسن اروح عند هذا الطبيب اكتب لي هيك لانه التأمين عندك وهكذا. وبروحوا للطبيب بس عشان ياخذوا معلومات، لكن ما بخلوش الطبيب يمارس اللي هي سلطاته من ناحية الديسيجنز والاوتونومي تبعه. الدكتورز رول، they are healthcare providers, technical consultant, and they convince the necessity of medical services. فقط ليقنع انه لازم يكون في medical service. الادفانتجز طبعا اكيد هي اعطت الباور كامل للpatients، فthey will have their own choices. لكن disadvantages، وصل مرحلة انه بيجوا الpatients بيسألوا، يعني والله انا بعرف اكثر من هذا الطبيب اللي قاعد، توصل انه بيسأل بالauthority تبع الطبيب. فيعني وجود الباور كامل للمريض وتكون لو كنترول من ناحية الطبيب، بصير حتى يوصل مرحلة المريض انه يسأل بالauthority لهذا الطبيب. A default patient adaptive passive role even when the doctor reduces some of his or her control, or this can arise if the patient are not aware of alternative to passive patient role. يعني ممكن ايضا المريض ما يكون عنده الوعي انه هو بصح له يحكي، هو بصح له يحكي انا ما بدي هذا التريتمنت، بدي هذا حقوقه ما عارفها، فهذا اللي بخليه ياخذ الباسيف رول. ايضا if patients are timid in adapting a more participative relationship، انه هو ما بده يشارك، خصوصا تكون other causes ممكن تكون psychological وغيرها، انه هو ما بده يشارك في التريتمنت، خلص هو سلم نفسه للطبيب للعلاج. So هاي الاشياء اللي حكيناها، doctor patient relationship depends on واحدة منها اللي هي patient medical condition. ليش اروح على paternalistic، ليش اروح على consumerism mutuality، ليش اختار واحدة من هاي؟ واحدة منها اللي هي medical condition حكينا، خصوصا اللي هي الامرجنسي سيتويشن زي ما حكينا ووضحنا، بنروح فيها على الباترناليزم. ايضا الاكسبكتيشنز اوف ذا دكتور اند ذا بيشنت، شو بتوقع هذا الطبيب، شو بتوقع هذا المريض من هاي الميتنج، بتاخذ دورها في ان تحدد طبيعه الميتنج. ايضا ذا ستراكتشرال كونتكست اوف ذا كونسلتيشن، هل هي دكتور سنترد او البيشنت سنترد، المفهوم العام وتقبلها بالمجتمع وغيرها. أوكي. من الأشياء اللي ممكن إنها تأثر على الدكتور patient relationship، أول واحدة consultation style حكينا عنها، اللي الدكتور centered والpatient centered. دكتور centered هي paternalistic، هي اللي الدكتور بحدد كل شيء، الطبيب he focuses on the physical aspects of the patient disease. ما بيكونش في opportunity إنه patient يناقش ويحكي شو وضعه psychology وغيرها عن emotions تبعته، ما فيهاش مجال، هي just the voice of medicine في التريتمنت هذا الموجود. فهاي اللي بنحكي عنه الدكتور centered، وهو اللي كان سابقا وأيام زمان اللي هي فقط الصوت المسموع هو صوت الطبيب في العلاج. الآن دخلت اللي هي مفهوم patient centered، اللي هي تصير discussion من ناحيه التريتمنت، من ناحيه حتى الادويه، كيف بدك احسن شيء اريح لك نعطيك اياها، بتحبها بالشكل كذا او بالشكل كذا. اذا بصير في صوت مسموع للبيشنت، لذلك بنسميها voice of the patient. وهي اكثر شيء بتروح مع الميوتواليتي. اذا الدكتور سنترد بتروح اكثر شيء للباترناليزم، والبيشنت سنترد بتروح اكثر شيء للميوتواليتي. ففيها معناته الدكتور adapt as much less controlling style. وايضا حكينا اللي هي picking up and responding to patient cues، شو التفضيلات تبعت المريض وهكذا، وبناقشه، فبيكون في صوت مسموع للمريض. اوكي. طبيعه الاسئله في الدكتور centered بتكون شويه جامده، اللي هي tightly controlled interviewing، بحكي له how long have you had the pain، is it sharp or dull، بس بسأله أسئلة إنه بس yes or no، هل هي هيك ولا هيك، بدي أفهم وضعك بس من ناحية physical وبس. لكن لما نحكي بدي أسمع من المريض أسئلة اللي بتكون من الطبيب في ال patient centered consultation، tell me about your pain، how do you feel، what do you think is the cause of the problem، تأخذ رأيه أنت يعني عندك هاي الأعراض شو ممكن يكون السبب، هل حاس انه هيك، هل تعرضت لشيء معين، ف
فبيعطي مجال أكثر للمريض إنه يحكي ويعبر أكثر لحتى الطبيب يفهمه أكثر. إذا هاي أول شيء حكيناها من ناحية اللي هي الانفلونس اوف ذا اللي هي الكونسلتيشن دكتور سنترد أو بيشنت سنترد. الآن بكون طبيب أوكي أنا بدي أسمع من المريض وأنا بدي أعطيه مجال يحكي لي ويخبرني عن وضعه وكذا وكذا، لكن أنت عندك 200 مريض بدك تشوفهم خلال عدد ساعات 3-4 ساعات، هل رح تقدر تسمعهم؟ هل رح تقدر تعطيهم مجال؟ إذا هذا time is a factor that will influence اللي هي ال doctor patient relationship consultation style. عادة المفروض الأفرج تبع أي consultation أي meeting ما بين الدكتور تأخذ الأفرج 6 minutes، لكن إذا كان في pressure of time الدكتور centered paternalistic consultation with less attention paid to the social and psychological aspects of patient illness. إذا أنت لما بدك تيجي يجي عندك المريض مش فاضي تسمع شو وضعه، بدكش تسمع حتى ممكن يكون له أبعاد psychological ما تفهمها، ما بدك تسمعها أصلا، ما معك وقت تسمعها، فبيخلص إنه شو عندك هيك هيك وضعك خلص هاي الدواء، فأنت adapted the paternalistic اللي هي style. ففي هاي الحالة if your psychological problems are identified and more prescriptions are issued، في هاي الحالة إنه أسهل لك إنه شو عندك وتطلع، ممكن يكون هاي الوصفة اللي أعطيته إياها مش بحاجة إلها المريض، بس أنت خلص أنت لو سمعت له أكثر ممكن عرفت إنه وضعه مش هيك، وكان ممكن إنك تقلل من عدد البريسكريبشنز. إذا أنت أوكي الباترناليستيك إنه ما بياخد وقت، لكن راح تصرف بريسكريبشنز إتز كوستلي أكثر. سو البيشنت سنتريك أبروتش needs more time but overall reduces the number of return visit and thus the total consultation time. اذا لو هذا الطبيب فكر فيها بالمجمل، انا عم بيجيني اعداد عم بعطيهم prescriptions وما عم بسمع منهم، معناته ممكن يكون في انا ما جوانب ما غطيتها. لو انا رحت للpatient centered اوكي انا ممكن time consuming ومشيت اكثر، لكن هذول الpatients ما رح يردوا يرجعوا لي لاني انا already عملت لهم التريتمنت الصحيح، والبريسكريبشنز عددها رح تطلع اللي ما لها الداعي رح تكون اقل. فبالمجمل البيشنت سنترد هو افضل لانه انت خففت العبء على حالك، هذول ال 600 اللي عم بيجوك ال 400 عم بيجوك رح يردوا يجوك لانك انت ما اعطيتهم الشيء اللي هم الساتسفاكشن، وهو شيء مهم جدا عند المريض لحتى هم ساتسفايد بالتريتمنت تبعك. انت لسه في اشياء ما قدرت انك تغطيها ويعني فاثرت على الدايجنوسز وغيرها. أيضا من الأشياء اللي هي ممكن إنها تأثر اللي هي الـ patient's characteristics نفسه الـ behavior تبعه، ومن الأشياء اللي هي الـ age. فوجدت بعض الدراسات إنه الـ younger age are more likely to expect a relationship of mutual participation than elderly people. ليش؟ شو المقصود فيه اللي عم بحكي فيه؟ بحكي إحنا لاحظنا إنه اللي بيجوا أصغر بالعمر الـ patients الأصغر بالعمر بيحكوا وبيشاركوا بالحكي أكثر بالـ consultation، بينما اللي بيجوا الكبار ما بده يشارك، بكون بيستنى من الطبيب يحكي. ليش؟ ليش؟ ليش إنه الـ younger age will participate more وروح على الـ mutual relationship أكثر منهم من الـ elderly patients؟ حج كبير فات على العيادة بده يحكي مع الطبيب ولا الصغار؟ الكبير اذا انتم انتبهتوا كنا نحكي صحيح كلامك، الكبير اذا انتم انتبهتوا انه الاولد موديل كان متعود انه هو فوت عند الطبيب ويحكي له بدي انا هيك هيك وضعي ويعطيه العلاج، فبالتالي الكبير بالسن هو متعود على الستايل اللي هو الباترناليستيك ستايل، سو هي ويل نوت discuss his situation with the physician. أيضا الشيء اللي حكيته اللي هي أيضا younger age بده يعبر أكثر، بده يحكي، عنده ممكن يكون اللي هي عنده his own sources وكذا، فممكن إنه يشارك أكثر في الconsultation. إذا الage كل ما كان أكبر
بالعمر بيكون أقل الparticipation في الconsultation. شو صار؟ بالضبط. هلا صار في مصادر جديدة، لأنه مصادر ما كانت موجودة على زمان الكبار عندنا لحتى يروحوا يحصلوا المعلومة. بصير بالضبط. بالضبط. اذا صار احنا في ريسورسز متاحه اكثر منهم مقارنه بالجيل القديم اللي هم الالدرلي بيبل. الشغله الثانيه اللي هي السوشيال اند ايدوكيشنال ليفل، طبعا منطقيا اللي هي من ناحيه الايدوكيشنال ليفل، كل ما كان واحد اللي هي الايدوكيشنال ليفل اعلى فهو مور لايكلي تو بارتيسيبيت اكثر في الكونسلتيشن، فبالتالي راح يصير ميوتوال اللي هي كونسلتيشن ستايل اكثر مقارنه باللور ايدوكيشنال ليفل. اوكي. ايضا العامل الثالث ممكن the course of illness، وسبق حكيناها انه الناس اللي عندهم الكرونيك ديزيزز شوي شوي بصيروا مور اكسبرت انه شو وضعهم، بصيروا مور اكسبرت بالتريتمنت اوبشنز اللي ممكن ياخذوها، فبصيروا يناقشوا فيها الطبيب بشكل اكبر، فهي ايضا من الكورس اوف illness. ايضا دكتور assumptions of the interest of different patient groups، ممكن نفس الطبيب يفترض انه اللي امامه بحاجه لمعلومات اكثر، ووجدوا بالدراسات انه there is evidence that doctors volunteer more explanations to some groups of patients including the male patients, more educated patients and different languages. سيبوكم منهم، بدي اعرف ليش الميل ممكن يوضحوا لهم اكثر compared to females. Think about it. يعني هيك مش اشي صح وغلط. ليش الاطباء ممكن يكونوا more likely انهم بحبوا يعملوا explanation للميلز مور ذان الفيميلز؟ الميل ما بيستحي، الميل ما بيستحي بيجي الميل بيختصر، البنت بتضلها تحكي. اوكي. افرض انها لا، هي ما حكيت انه شو هو الفيزيشن، حكينا انه الفيزيشن بشكل عام سواء كان ميل او فيميل بيعطي اكثر معلومات للميل، او بكون هو بشارك اكثر مع الميلز. يعني هاي ممكن بريفرنس، بس هي يعني انا قرات فيها واليوم كنت عم بطلع دراسات واشوف شو اللي سمعنا، فمن الدراسات اللي حكوا انه الفيميل طبيعتها، وحكتها زميلتكم، بتحكي كثير، هي راح تحكي الديتيلز، راح تسال، راح تعطي، الميل راح يسكت ويستحي زي ما تحكي، فبصير الطبيب يحس حاله زي كانه لازم يوصل المعلومه للميل. الفيميل اوريدي ماخذتها، يعني هي يعني مش راح تتركه غير تاخذ المعلومه، بس الميل لا، يعني ممكن انه خلاص اوكي، فبصير الطبيب يحس انه الميل بحاجه لمعلومات ووصل له اياها، وانه يعطيها بشكل بارتيسيباتيف اكثر. فيعني هي هذا اللي بحكي ما فيش فيها صح او خطا، وليش الميل وليش الفيميل، كل اللي حكيته صحيح، وهي دراسات، فبالتالي اذا حبيتوا تشوفوا فيها اكثر يو كان ريفير تو ذا ليترشر، تروحوا على الباب ميد وتشوفوا شو التاثير اللي هي الكاركترستكس، واقراوا الدسكشن وشوفوا التفسيرات، ليش ميلز اكثر من فيميلز، ليش الايج، راح انزلها على الاي ليرنينج في بيبر على انه تاثير الايج على الكونسلتيشن ستايل، ليش معنى الالدر اللي اكثر واللي حكيناها اليوم، ففيها معلومات حلوه يعني كيف الواحد ممكن يفسرها، وطبعا كلياتها مبنيه على دراسات وملاحظات، ما في شيء صح او شيء غلط، لكن وجدت الدراسات انه اغلب الكونسلتيشنز بتروح انه الدكتورز may provide more information لل male patients، the more educated patients لأنهم بيشاركوا أكثر، و different languages لأنه بحاجة بيبدو explanation فبشرح للطبيب أكثر. The influence of structure context اللي هو بالمستشفى، the general practice, the hospital situation،
أو وأيضا بالإضافة للسيستم of financing of healthcare. إذا الكون الستركتشر اللي بده يروح يتعالج فيها المريض، المستشفى اللي بده يروح يتعالج فيها، فيها شغلتين. هل هو رايح على مركز صحي جي بي طبيب الأسرة اللي دائما بروح عليه، ولا رايح على مستشفى مثلا تيرتشري؟ هاي بتأثر على الكونسلتيشن. إذا رايح على جي بي فبده يكون عادة الطبيب عارفه، ممكن جاي شايفه قبل هيك، عارف الهيستوري تبعي. طبعا الفاميلي ميديسن بده يكون عارف اللي هم الفاميلي وشو اوضاعهم شو كذا، فهو بده يكون عارف الفاميلي ممبرز. فلما يجي المريض رح يكون انه عارف انه اللي امامه عارفه، فبكون وضع اريح له فبيحكوا اكثر. بينما في الهوسبيتال patients really experience personal continuity، مش نفس الطبيب في الهوسبيتال دائما بلاحظه. ايضا من ناحيه الوارد اذا اختلف، اللي هي الكوميونيكيشن از فريكوينتلي ليميتد ما بين الطبيب والمريض. وحتى في خلال الاجنحه هاي اللي بنحكي عنها اللي هي patients feeling of lack of privacy، لانه بتحكي عن مستشفى كبير فما رح يعطيه الاريحيه اللي يحكي ويناقش. بالاضافه اللي هي difficulties of interaction can arise if the doctor of medical team stand at the end of the bed rather than coming close to the patient. هلا وين اريح للمريض يعبر عن حاله؟ وين بحس حاله اقرب للطبيب لحتى يحكي؟ لما يكون عند راسه واقف المريض، الطبيب واقف عند راس المريض، ولا لما يكون واقف هناك بعيد بالتخت؟ لما يكون قريب منه البيشنت يكون مرتاح اكثر فبيعبر عن وضعه اكثر. فهي من الاشياء اللي هي الستراكشر اللي لها علاقه بالهوسبيتال سيتويشن، كيف انت قربك للمريض وكذا، هل بحس حال في برايفسي ما فيش برايفسي. هاي كلها فاكتورز بتاثر ما بين اختلاف ما بين انك تروح على جي بي او تروح على الهوسبيتال. قريب من المريض بيعطيه مجال، ما بيعطيه مجال، فالكاركتر تبع الطبيب ايضا لها علاقه. الان ايضا العامل الثاني غير انه ستراكشر، احنا بنحكي عن جي بي او هوسبيتال او كذا، في ستراكشر اللي هي الفاينانسينج فور هيلث كير. هل هو مأمن مش مأمن، دافع مش دافع؟ لما يروح البيشنت دافع مبلغ وقدره مثلا حق الكشفيه راح يحكي غصبا عنه، راح يحكي، مش رايح هو حاطط الفلوس هاي عشان يضله ساكت. فيعني بالاخر لها اللي هي الفي فور سيرفيس بيسز. ونفس الشيء الطبيب، الطبيب انت قاعد في عيادتك، لك اسمك، لك سمعتك، فانت بهمك تحكي مع المريض عشان يرجع لك او يدل عليك مثلا. هاي لها علاقه، مختلف عن انه لما يكون اللي هي هذا الطبيب هو له راتب سالري ثابت بغض النظر عن اللي هي الاذر فاكتورز اللي ممكن انه هو تتعبه او لا، فهو مش راح تفرق معه يحكي او ما يحكي. فهاي من الفاكتورز ممكن تأثر على الكونسلتيشن ستايل. الآن طبيب العام اللي هو بيكون الجيل اللي احنا بنشوفه عادة، احنا طبيب الأسرة برا مطبق أكثر من عندنا. طبيب الأسرة بيكون الحي هذا، كل حي فيه مركز صحي، وهذا المركز الصحي فيه بيكون طبيب الأسرة في ملفات لدول الأشخاص عنده، فبيبقى هو عارفهم، عارف العيلة تبعهم، عارف كل الهيستوري تبعهم. احنا هون هذا النظام مش مطبق عندنا. لكن عندنا مسائل اللي هي تخصص الفاميلي ميديسن موجود عندنا، وفي ناس بتخصصوا فيه وكذا، لكن كتطبيق اللي هي بالمراكز الصحية لا، مش بشكل ويل استابلش. الآن احنا عم نحكي، حكينا كلياتها الكونسلتيشن خلال الميتينج، التحدث مع الطبيب وكذا. الآن نحكي عن ديسيجن ميكينج، هل هو للطبيب، هل هو للمريض، هل هو بين المريض والطبيب. فصار في عندنا ستايلز معينة للديسيجن ميكينج. الباترناليستيك من اسمها بده يكون ديسيجن لمين؟ للطبيب. والشيرد اللي هو الانترميديت بده يكون ميوتوال بين الاثنين، هي الدكتور اند بيشنت ديسيجن بكون. والانفورمد هذا شو المقصود فيه؟ الطبيب بيعطي كل المعلومات اللي عنده والمريض هو اللي بيقرر. هو ات از انفورمد. اذا الشيرد بيكون ديسيجن للاثنين، الانفورمد بيكون الديسيجن للبيشنت. لو طلعنا على الانفورميشن اكستشينج في الباترناليستيك واضحه اللي هي وان واي بشكل كبير، بتروح من الدكتور للبيشنت
لو شفناها بالشيرد هي متبادلة ما بين الدكتور and the patient، والانفورمد هي كل المعلومات الطبية بتيجي من الطبيب، لكن حكينا اللي هي بالآخر القرار، واللي بيعمل أي اللي هي deliberation و negotiation أي كده بيكون لمين؟ للpatient. أحب أوضح لكم الفرق ما بين informed والshared. أوكي؟ وهذه يعني هي تكرار الجدول بطريقة أو بأخرى. الshared decision both doctor and patient are involved. Both parties share information. And both parties take steps to build a consensus about the preferred treatment. والagreement بالآخر بصير بيناتهم. و shared decision making impetus اللي هي increased medical knowledge among patients. The prevailing social values, individuals' autonomy and responsibility, chronic illnesses, to make choices between the treatment options and the balance, risk and benefits. هاي كلياتها shared ما بين decision ما بين الطبيب والمريض. أوكي. هاي كلها حكيناها بشكل أو بآخر. الآن شو علاقة الدكتور patient relationship وال principle of autonomy، autonomy اللي حكينا عنه لاستقلالية المريض. So autonomy حكينا اللي it is the ability of the person to make his or her own decisions. So the principle of respect for patient autonomy has had an enormous effect in changing attitudes to doctor-patient relationship over the past 30 years. إذا احترام الأوتونومي، وجود هذا الـ principle على مدار الـ 30 years اللي مضوا اللي هي مع تقدم الميديسن، زمان كان ما يسمعوا للمريض. وجود هذا الـ principle أدى إلى تحولها من doctor-centered لـ patient-centered. صار كل الآن لو رحتوا في الميديسن وبالفارماسي كلياتهم صاروا يحكوا لك consultation it is patient centered. شو أدى لوجود هذا الشيء اللي هي principle of autonomy. It has been used to criticize the medical paternalism. إذا صارت الأوتونومي تنتقد مذهب الباترناليزم لأنه أنت بتسيطر وبتأخذ القرارات عن المريض. It has informed the development of patient centered medicine and it has led to ever increasing standards in providing patients with information and to the development of the concept of informed consent. اذا احنا وجود مبدا الاوتونومي هو اللي خلى انه احنا نتجه للpatient centered consultation. ايضا صارت انه احنا لازم انك تعطي لهذا البيشنت كل الانفورميشن اللازمه، ولازم انك انت لما بدك تعطيه تريتمنت يكون في informed consent، في موافقة من المريض إنه يأخذ هذا التريتمنت مبنية على معلومات كاملة وصلته. أوكي؟ واضحة الأمور؟ هاي هي محاضرتنا لليوم. أي حدا عنده أي سؤال؟ تمام أموركم؟ يعطيكم العافية. هاي one topic بس طويلة، تلاحظوا تنتين وربع.